اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدين برنامج ميديا زوم ومشاهدين صحه وجمال. بنرحب بيكم النهارده في حلقه جديده من برنامجنا، وحلقتنا النهارده طعمها حلو جدا. بس خلونا قبل ما نرحب بضيوف حلقتنا اصبح على زميلتي الجميله سحر حمدي. صباح الخير عليك يا سحر. صباح الفل يا شيماء، وصباح الخير على حضراتكم. النهارده بقى عندنا حلقه يعني لذيذه وريحتها حلوه وكلها فسفور، صح؟ جاهزه للتغذيه؟ انا جاهزه، جاهزه قوي ومتحمسه كمان. تمام. الحقيقه يا جماعه احنا الحلقه اللي فاتت قلنا هنهتم بصحه الجسم، النهارده هنهتم بقى بتغذيه الجسم. مين هيكون معانا؟ الشيف حنان والشيف مجده، ونرحب بيهم نقول لهم اهلا وسهلا بيكم. اهلا، منورينا النهارده. ويعني روايح مصفحه، روايح حلوه تطلع دلوقتي. هناكل ان شاء الله. يلا نبدا بقى. انتوا هتعملوا لنا ايه النهارده؟ بصي حضرتك، احنا النهارده هنعمل جمبري بس بطريقه مختلفه. احنا على طول بنقشر الجمبري ونقليه، لان النهارده هنعمله بالقشر بتاعه. احنا بنحب الحاجات الجديده، عايزين نعرف الجديد والاسرار، لان احنا لو عرفنا اهميه القشر مش هناكل الجمبري، هناكل قشر. ايوه. طب ده انا اول حاجه برميها القشر. لا انا ما برميش، انا بعملها، بخليها كمان، بدخلها الفرن وبعملها توابل للسمك. طيب احنا ممكن نبدا، واحنا بنبدا بقى انا عايزه اسالك. احنا هنبدا الاول، احنا هنعمل رز وهنعمل جمبري. هنبدا الاول بالرز عشان بياخد وقت. تمام. نسمي السلطه. السلطه يا سلام. اهم حاجه عشان المناعه طبعا. بالظبط. أيوة. كده. وكمان احنا الايام دي يعني الخضره للكورونا جميله، وفي فيروس، فاحنا عايزين بقى نزود من السلطات والحاجات دي. هنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طب يا شيف، عايزين نعرف بقى، واحنا كده شغاله تعملي لنا الاكله الحلوه دي، عايزين نعرف انت الطبخ ده هوايه ولا دراسه، ومين اللي يعني بيشجعك وبيساندك في الموضوع؟ هو في البدايه كان هوايه. اساعدك يعني بقى في البدايه خالص. بدا هوايه، لان انا بحب جدا المطبخ، خليكي انت في المطبخ كتير. بس بقى كارير بقى بالنسبه لي. يعني انا بقيت احب، احترفتي بقى. خلاص، يعني انا بالنسبه لي ده بقى حاجه مهمه جدا في حياتي، وبلاقي نفسي بصراحه فوق في المطبخ. يعني الناس كتير تقول لك لا المطبخ صعب، لا انا ما بحسوش كده. انت عشان بتحبيه فمش حاسه. بحبه جدا، يعني انا اغلب وقتي في المطبخ. اي كنت تيجي ترحب، قربي شويه كده. طيب انا الاول هنعمل، وضحتي وقلتي، حطيت زيت اهو وبشوح البصل ده، البصله بتاعت الرز. انا بعمل الرز دلوقتي. في ناس بتعمله بتومه وفي ناس بتعمله ببصل. لا انا هعمله بالبصل، بيخليه مسكر وبفلفل الوان. صح، يعني ممكن يبقى البصل يتحط دي يبقى اذواق. يعني انت ممكن تكوني بترتاحي لحاجه بتعمليها، وهو الطبيعي ان هو ببصل. رز السمك ببصل. لا دي حسب انت بتحبي ايه. الاكل اذواق عامه. انت لما بتلاقي نفسك في حاجه ومبسوطه، في ناس بتحب نكهه ده وفي ناس بتحب نكهه ده. بصل يا دوبك بس يصفر. في كلمة كده فوت يعني قلتيها كده، بس انا مش لازم يعني لازم ما فوتهاش. ايه؟ قشر الجمبري فوائده ايه بقى؟ جدا حلوة جدا. قلتيلي مفيدة جدا. يعني بصي، لو كان الجمبري نفسه فيه فوسفور ده اضربيه في 10. اضربه في 10. يعني على طول كده. مهم جدا. طب القشر ازاي يعني؟ فيه 12، وبيساعد على زيادة الخلايا، بيساعد على هجوم لو في خلايا سرطانية في الجسم فهو بيعالجها. وكمان بيزود كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء حلو جدا. بساعدك بايه؟ التوابل والرز. لا يعني ايه، انا هساعد علشان اكل. طالما هناكل مهم جدا. متحمسه جدا. طيب لا هو مش موجود هنا. طب ممكن تشوفوا لنا بره؟ تمام. شوفوا لنا بره الرز. احمد انت تجيبه. لا والتوابل فين يا حنين؟ والتوابل. طيب هو طيب كويس جدا. طب ازاي احنا بناكل ال، اتفضلي. طب ازاي بناكل القشر؟ ازاي بنطبخ؟ طيب احنا ممكن ندخل كده شويه. انا بصي، انا خليت طلعت اللي هو بتاع الخيط اللي هو الرملي، طلعته وفتحها اوريكي دلوقتي ازاي. بس هنحط يعني بس الرز. بس روايح البصل طلعت والتوابل. معلش بقى، لازم النهارده انا اول يوم اطلع كاميرا، فانا مرتبكه جدا. لا 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 خالص، خدي راحتك مطبخك. يعني بالظبط كده. لا يعني كمان عرفنا كده، يعني ايه عرفنا كده في الديره يعني ولا في الخباثه، ان هي وهي في المطبخ دايما بتدندن. ايوه بتدندن.
اعتبري نفسك بقى في مطبخك كده وبنات. ايوه فتنت من عليك. ما تقلقيش من الجيران هيبلغوا عننا ولا حاجه، براحتك. اه دندني بقى وايه، وعايزينك تعيشي حياتك في المطبخ بتاعك يعني براحتك. عايزين دندنه تناسب الجمبري يعني، حاجه كده محترمه ان شاء الله. من بحري ونحبوه. بصي لا يعني بتربنا بأم كلثوم. أم كلثوم الله. الله. أم كلثوم وجمبري. أنا بحط التوابل بتاعة ال تمام. هي هتقول المقادير وهتغني. التوابل أنا حطيت قرفة وبحط كمون وفلفل أسود ومكعب ماجي ده لو حبيتي يعني، ده حسب الرغبة. ممكن لا ما تحطيش. ممكن ما تحطوش الثانية. اه عادي يعني، طعم البصله نفسها بتدي طعم للسمك للرز. حلو جدا ده فلفل اسود. حلو جدا حاطه فلفل الوان مع السلطه طبعا، فوائد الفلفل عفوا فلفل الوان. كل ما بتكتري في الوان الخضار بالذات على السفره بيكون الفايده اكبر، بيفتح النفس كمان يعني بيخلي الخضار لازم يبقى قطع كبيره. انا دلوقتي بقلب كل ما يتقطع صغير فدي عشان كده دايما الفنادق حتى بيقطعوه كبير كده، احنا العكس بقى. الفلفل اكتر حاجه فيها فيتامين سي يعني اكتر من البرتقال والكوريا الفيتامين سي. انت دلوقتي حقيقة. كمان عندنا ما شاء الله الخضار رخيص جدا جدا جدا. وكل الدكاتره اللي بيكلموا عن فيروس كورونا بيقول لك الخضار والفاكهه يعني ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بان يعني احنا عندنا فرصه احنا ناكل بس. ايوه لا وكمان انت دلوقتي في الدوله افتتحت مزارع كتيره للاسماك فرخصت سعر يعني يعني الاسعار بقت جميله جدا. انا دلوقتي حطيت الملح والتوابل تمام، هحط بس ال طيب بما ان بقى حضرتك ايه بتغششينا كده شويه تركات يعني، تقولي ايه بقى للناس اللي بتعمل البفتيك كده بيمط كده وبيشد بيبقى يعني اهم حاجه البفتيك ويطير ويطير كده ويصد في الحيطه. بحب البفتيك بحب البفتيك وبجد يعني مش انا كده بحط الفلفل الالوان على الرز. اهم حاجه في التتبيلات كلها اي تتبيله عايز تعمليها ميه البصل. ميه البصل دي سحر. مش البصل المبشور نفسه لا، هاخد الميه بتاعه ميه البصل. انا دلوقتي ميه بصل وخل هو ده بالفلفل في وقت بديله بس تقليبه يعني بس مش اكتر. اتبل في وقت معين هو يعني اقل حاجه تبقى 4 ساعات عشان الفلفل بس ما يتبلش كويس. لازم تقعد معاكي 4 ساعات. نشوف بقى الرز وصل لمرحله ايه. الفلفل ما نخلوش يتبل يعني يبقى فيه القرمشه بتاعته عشان يبقى باين. حلو جدا. يعني كده احنا في الرز حطينا فلفل الوان الوان ايوه تمام، طبعا عاملينه بالبصل. أيوة. انا من محبين البصل في الرز الصيادية بيكون ممكن اوطي بقى عليه اوطي يوم سكر كده اوطي تمام ماشي. عايزه اوطي العين دي. طيب ممكن حد يساعدنا في موضوع التوطية. طيب احنا بقى للجمبري. طيب هنبدا بقى تمام. انا شايفه ان الجمبري حطاه في ستيكس. طيب انا يعني ايه واضح ان مش انا قلت النهارده انزل كده في المطبخ عشان اكل بس مش عارفه اكل مش عارفه اكل لسه مش حاجه جاهزه. لا لا ما سلطه تقريبا. لا لا ما تقلقيش انا جاهزه انا جاهزه بالشوكه بتاعتي. لا بس هو بصي الجمبري شكله مغري محطوط في ستيكس وشكله شكله جميل مغري. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي حضرتك انا بنضفه بشيل الكيس الرملي اللي ورا ده وبدخله في خله بحيث ان انا اقدر ايه اتحكم فيه وفي نفس الوقت تبقى مفروده وبتديني حجم مضاعف. وهي في ال عشان لو تقلي وهي مفروده بتديكي نفس الحجم الطبيعي. طب يعني القشر ده ما بيضايقش الناس وهي بتاكل؟ هتشوفي هتشوف ما تقلقيش. هندوق دخل احنا التجربه هعمل له التبليله بالظبط كده. ده الخل وليمون وتوابل بقى فلفل وكمون وكده. ومفيش ثوم؟ مش بتحطي ثوم على ال بحط ثوم ما تقلقيش. كل حاجه الثوم في الاسماك ناشفه دي سحر السمك دي اهم حاجه. الثوم والكمون دي اهم حاجه. هناخد فيه اي حنان من التوابل. التوابل ايه بتاخد لها قد ايه بقى الوقت دي الاكله دي يعني كوقت يعني سريع؟ بصي انت لو مستعجله دي اسرع حاجه، لو متبله كمان من بالليل تحفه او من ساعه ساعتين برضو هو يعني بياخد وقته في التتبيله. حلو. وده ثوم يعني التتبيله ممكن انا اتبله في نفس اليوم وهو بقشره كده وعادي هيشرب التتبيله كويس. طيب تمام. طب ليه الناس بتخاف تعمل يعني ممكن في ستات او بنات بيبقوا شاطرين في المطبخ بس تمام. في نقطه الاسماك دي بيخافوا يعني بيقولوا لا ما بتطلعش مظبوطه معانا يعني ما انا شايفه ان الاسماك اسهل ممكن بيخافوا من الزفاره مثلا. بصي عامه البنات في الجيل الجديد دلوقتي بيدوروا على الاكله اللي تبقى سريعه في الوقت ما تاخدش وقت معاهم. ده بيحصل كتير يعني. انا عندي
يعني انا بحيي شيرين من هنا مرات ابني تقول يا طنط انا اهم حاجه عندي ايه، ضيع وقتي ليه في اكله تاخد ساعتين ثلاثه؟ طب انا ممكن اعمل اكل اسرع واخلي وقتي ده لحاجه مفيده. هم وجهه نظر. احنا المنيو الرئيسي في البيت مكرونه بالصلصه والبانيه والبطاطس المحمره يعني بتسد برده معايا يعني. بالظبط. احيانا بتبقي محتاجه ان انت تعملي اكل وتحبي طعم الاكل بيتي. طبعا عشان ايه بقى؟ احنا مفتقدين دلوقتي مع اولادنا، هم على طول عايزين ياكلوا اكل بيتي. انا اولادي يوم المحشي ده يوم عادي. بس انا كده تبنت كزبره كل لازم يشارك بقى كزبره خضراء وتوابل وملح وفلفل وليمون وخل، كل ده بتبل فيه الجمبري. الجمبري تمام. حلو جدا. بيقعد كتير ولا لا؟ يعني ممكن ساعه وتقدري تشتغلي بقى. تمام كده. هيبقى اخر خطوه اللي هو هيتحط في بيتحط في الدقيق صح في الاخر؟ احط الاول في تتبيله قبل الدقيق. اه في تتبيله ثانيه قبل الدقيق. في تتبيله ثانيه. اه في تتبيله ثانيه. طب في تليفون التليفون بس يطفيه. لو نقفليه هنا الصوصه اللي من بره. لو نعمل بس في تليفون لو نعمله صم. ده كركم. تمام. فوائد الكركم طبعا كلنا عارفينها يعني. ده كركم كتيره جدا من ضمنها. ايوه. ودي بابريكا. بابريكا بابريكا بتدي لون، حاسه ان هي مبلاش طعم مميز، هي لون بس. هي بصي هي ليها طعم بسيط فلفل خالص، مش حراق. فلفل بس الأحمر. بيدي طعم ولون. لا هي ليها فايده طبعا، بتدي طعم وبتدي لون. بتدي لون. تمام. طيب هاتي الليمون يا حنان. ده لفت لفت ده ولا ايه؟ ده فجل. لا فجل قصدي. فجل احمر. فجل. دي ليمونه. الفجل مش كل الناس بتحب الفجل في السلطه، بس هو مفيد جدا جدا جدا. بص ما جربتوش قبل كده في السلطه؟ وبيدي لسعه كده يعني، حرقان كده لسعه. لا بس ده دلع. جربتوش الفجل البلدي؟ انا هجرب. البلدي يديكي الاحساس ده. يعني ده مسكر يعني ولا ده طعمه مسكر إيه؟ شويه اتطفل كده وادوق. نقعد نقول بقى مستعجله. لا 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 والله انا بقى فتره. انا كويس انت يعني اطلع عليها سمعه وشها صح. مش عايزه اقول كلام بس عشان لو في اولاد بيتفرجوا علينا ماليش في السؤال. عشان حقيقي اول مره ادوق الفكره في الكيس. طلع عليا سمعه وحشه والله فتره. انا قبل ما حتى بينسع بينسع برضه بينسع. ده كمون. تمام كده دقيق. تمام دقيق وكمون وقبلها طبعا حاطين كركم وبابريكا. وليمون. وده ملح. انا مش هكتر الفجل عشان واضح ان بيلسع. 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 الحاجه بقى اللي انا عارف الابيض، انا يعني ما اكلتش الاحمر قبل كده. يعني احنا قلنا دقيق وتوابل وخل وليمون. بحط له وكركم. بحط له معلقه يعني سن معلقه صغيره بيكنج باودر. اشمعنى بقى؟ عشان ينفش يعني يدي عشان القشر يعني. عشان الحجم. بتحب البصل الاخضر في السلطه؟ انا عن نفسي بحب البصل الاخضر، بيدي طعم حلو. فاهم محدش يتكلم يعني ياكلوا بيتكلموا. احنا الحمد لله ان احنا ايه بنلبس الكمامه بالظبط كده. روح يعني خلاص هنخلص الهواء ونلبس الميه. دي الخلطه بقى الايه اللي قبل الدقيق. اللي بينزل عليها الدقيق. دي الخلطه اللي قبل الدقيق. ده سر بقى ده سر دي التركايه. دي التركايه بتاعت الجنب. هي عامله كده بس هي حاطه دقيق هنا وهتحطي دقيق تاني لسه. ده دقيق ناشف بقى قبل ما يبقى زي القرنبيط بيتعمل في ناس عشان يمسك عليه الخلطه بتاعته. في ناس كمان يعني ممكن مثلا تعمل الدقيق اللي هو فيه بعض المكونات بيكون يعني سائل كده زي العجين وحاطينه في النار على طول. ف في البانيه بقى بيبقى في البانيه. في البانيه. انا اعرف ناس شخصيه يعني من غير ما افتكر يعني هو حاجه كويسه يعني بتبقى طعمها حلو. ترى احنا عشان الوقت هو جاهز اهو للتتبيله. لا بس عشان نوريهم الخطوه دي. ده اللي متتبل. ده اللي هناكل منه. حطي الطاسه بقى. ثواني عشان تيجي الشمس. طيب ثواني. تمام هنغطسه الاول في التتبيله الطريه دي وبعدين في الدقيق كده. سلطه خلاص خلصت صح؟ خلاص نحطها قدام
وفي بابا غنوج في باذنجان حطيهم بقى قدام في المقدمه. ده احنا مجهزينه. بون بيتي. ده باذنجان وده بابا غنوج. ايوه الحاجات المفيده قصادي. ايوه بصي حضرتك انا حاطه دقيق ومع دقيق معلقتين نشا. يعني معلقتين نشا في الدقيق والبيكنج باودر في الخلطه اللي هي معلقتين نشا فيها ميه. تمام. ده الجمبريه هتبقى قد كده هتنفش. ده هتنفش خالص. ده على الاليه على طول متبل وفي في الدقيق وفي كل حاجه. رشه فلفل اسود. طب انت من وجهه نظرك بقى كشيف الشيف الحلو اسهل ولا الحادق؟ بصي حضرتك الحلو والحادق مفيش حاجه صعبه فيهم. الفكره فكره ان انت بتعملي بحب. اللي بتحبيه اكتر. لا مش بتحبيه اكتر. انت واقفه في المطبخ بتعملي لحد غالي عليكي وعزيز لقمه. فبتعمليها وانت سعيده ومبسوطه. مش بتحسي بتعب. لا خالص لا خالص. انا عن نفسي لا. ما اعرفش بقى راي الناس الثانيه ايه مش عارفه بصراحه. بس انا عن نفسي لا. يعني انا بص انا باخد من التتبيله دي بمسك كده واعمل كده. كده. فدي هتلزق عليها بقى على طول كده واروح عامله كده. تمام. الزيت يبقى سخن قوي ولا وسط؟ ثواني. الزيت عندك يا حنان. بالنسبه بقى للحلو والحادق انا هقول لك على حاجه. طول ما انت بتخدمي الاكل الاكل هيكفي. بالظبط ده مقصود بتخدميه بخامات يعني بخامات المطبخ وتخلصي الموضوع مش هيبقى يعني قصدك تخدميه يعني الخامات تبقى كتير وانك تعمليه وانت حابه منه يعني مش بتعملي وانت في شقه نفسك بتعمليه بقرف حاجه بتعمليه هو بقى ده. طب عايزينكم تقعدوا تقولوا لنا على لو هنتكلم على بس انا يعني انا كمان عايزه بس قبل ما ايه عشان ما نعديش الموضوع ده نحيي برضو الشيف ماجده ليها مشروع كده صغنون كده اسمه طبليه الاكل البيتي. طبليه الاكل البيتي وفي بيتي اسمه فانيليا وكراميل. والبيجي فانيليا وكراميل يعني عشان نجمع ما بين الحلو والحادق. حلو قوي. بتعملي الاثنين حلو والحادق. حلو قوي. طيب كلمينا شويه عن مشروعك. الخطوه دي اخذتيها يعني مين كان بصي انا يعني بيشجعك عليها انا اسرتي كلها عليها. اخواتي ليهم فضل كبير جدا عليا يعني كل ما اعمل لهم حاجه ويدوا ما كدنش خساره ما ينفعش لازم تعملي اي حاجه ولادي يعني ليهم فضل كبير جدا عليا ووقفتهم معايا ففكرت بقى الموضوع ده لازم استثمره واعمله بقى. بداتي ازاي بقى؟ انا عملت مشروع ومعايا عماله يعني فتحت مكان وبقيت اعمل يعني بداتي ان انت فتحتي مكان ولا بداتي من البيت؟ لا انا ما بداتوش لا من البيت لان الحمد لله رب العالمين يعني انا عندي ناس اللي عارفه شغلي ومستنيه ان انا اعمل حاجه زي كده كانت منتظره يعني فروحت عملت بقى المكان وبدات فيه مشروعي الحمد لله رب العالمين وتمام يعني الدنيا. طب ايه احلى اكله بقى بتحبيها اولادك بيطلبوها او الناس اللي بصي هو المحشي سلطان يعني يعني كل مسيطر على كل المحاشي كلها الممبار الحاجات دي يعني الحاجات الصعبه يعني الحمام البط بالبرتقال. طب ما تقولوا لنا البط بالبرتقال حاجه كده حكايه حاجه كده سر ايوه الاسرار عايزين نعرف سر من الاسرار عشان ايه يعني نطلع بيه. انا ممكن اقول لك على حاجه اقول لك على الحمام. ماشي. الحمام بتتبليه ببصله وفلفل وملح عادي وانت بعد ما بتحشيه بتورقيه. طبعا عارفه ايه بتورقيه؟ لا بتفرغي يعني ما بين الجلد بين الجلد وبين اللحم يعني انت بتحشيه بين الجلد وبين بتحطي الحشو نفسه بتحشيه جوه بس جوه وبره وكله بحيث ان الحمامه تبقى شكل الشكل اللي انت بتشوفيه في المحلات بتبقى منفوخه قوي الحمامه برضه عشان بيبقى حشينها تحت الجلد واخده شكل كده ستريت كده جميل يعني ديت بقى بعد ما بتورقيه بنش بالراحه وانت بتورقي عشان ما يتقطعش. بصي كل شيخ وليه طريقه رقيق جدا. دي طريقه حنان. انا ليا طريقه ثانيه مختلفه. لسه كنت هسالها طريقتها الاول. لا هي طريقتها دي انا عن نفسي لا بس فبعد ما بتورقيه بتقفليه بالخله خله من تحت وخله من فوق وبديله صدمه صدمه اكنك محمره ال شيف ماجده تطلع بس احنا عايزين نقدم بس الخطه دي كده عشان خلاص الوقت عايزين نشوف شكله بس بعد ما طلع. تمام.
بس. وبعد كده بقى بتدخليه الفرن مع نص كوبايه ميه عليها، بحط نص كوبايه ميه ومعلقه سمنه بلدي، وبتحطيها في الفرن وبتغطيه من فوق وتدخليه. واول ما الميه بتشرب او لو فتحتي عليه الشوايه الحمام بقى بيبقى تحفه تحفه، بيبقى مستوي كويس من جوه. اسحبي دول يا حنان، انت بتبقي حاطاه على السد. خلي دول ورا، خلي دول ورا. انت اهم حاجه عندك ايه؟ السدر اللي هو فانت. خلينا ننزل برده ده، عايزين نعمل الرز، نغرف الرز، نغرفهم عشان ادي كده السلطه. تمام، الرز شكله حلو بالفلفل. خلاص احنا هنقدم دلوقتي، نحط الرز. طيب التوابل دي خلاص كده، محتاجيه تاني؟ لا تمام. وممكن نعمل الرز بالجمبري برضه يعني، بس هو الوقت عشان الوقت بس المفروض نعمل الرز بالجمبري. لا هو الرز شكله بصراحه تحفه، اه شكله مغري جدا مع الفلفل. لا ممكن نضحك على الولاد ونحط لهم كده عشان ياكلوه، ومش بياكلوه في السلطه او بياكلوه لوحده. ما شاء الله الجمبري طلع حلو. ده الجمبري ممكن نعمل كده. انا مش عايزه اقول لك غششينا طريقه الحمام، بس ايه عشان مركزه هي. كده. لا الجمبري لونه ما شاء الله تحفه. هنعمل واحده كمان بسرعه عشان بس يبقى سيماتريك. لا احنا بقى كنا عايزين نستنى كله بقى يتقلي كله مستني بس كله في القناه بره بس نكمل كمل عليا تركات واسرار كتير. فانا بشكركم. هو الاكل كله اسرار، ولو انت خدمتيه زي ما انا بقول لك هتلاقي. لا هو واضح يعني ما شاء الله انتوا خدميه وحاطين حاجات كتير، فهو جميل بصراحه. الجمبري والرز وشكله. بشكر شيف ماجده جدا. طبعا الناس مش شامه، مش شامه الريحه هنا. لا احنا شامين يا جماعه ريحه فظيعه هنا. انا بشكر شيف ماجده وشيف حنان جدا، وتسلم ايديكم. كان نفسنا نكمل طبعا ونوري الناس كل الجمبري، بس الحلقه الجايه وهنعمل صوص حلو بقى ان شاء الله. ربنا يخليكم، بشكركم، نورتونا وشرفتونا. بشكركم جدا النهارده، يعني هتغذونا كويس جدا، وهناخد الغداء ده لاولادنا. وبشكر كل الساده مشاهدين برنامج ميديا زوم، ونشوفكم ان شاء الله في لقاء ان شاء الله بعد الفاصل. بعد الفاصل هيكملوا فقره اخرى من برنامج ميديا زوم. نشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه. في الفقرة الثانية من برنامجكم ميديا زوم، أهلا بكم. في البداية احنا عندنا حبة مشاكل كتير وقضايا كتير هنتكلم فيها النهاردة، بس قبل ما نبدأ الفقرة بتاعتنا احب ارحب بزميلتي داليا. اهلا بك يا داليا. صباح الفل يا محمود، وصباح الفل على الساده المشاهدين. عندنا لو بصينا حوالينا لا حوالينا مشاكل كتير وقضايا كتير، زي مشاكل مثلا في الطلاق، وزي مثلا مشاكل في النفقه، وزي قضايا مثلا في الورث او هات كعرض، او مشاكل كتير وقضايا كتير. ولكن النهارده لازم ارحب بضيفي اللي هنتكلم معايا وهيعرفنا وهيدينا معلومات كتير وهيفيدنا احنا والساده المشاهدين على هذه المشاكل والقضايا، الاستاذ محمد فراج المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا وسهلا استاذ محمود. اهلا وسهلا استاذ محمود. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد، منورنا النهارده في برنامج ميديا زوم. طيب احنا عاوزين نتكلم عن القوانين، وتعرفنا عن القوانين اكتر مع حضرتك، بما ان حضرتك رجل قانون. بس في الاول خلينا نتعرف على حضرتك وتعرف الساده المشاهدين بيك. محمد فراج المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، طبعا خريج شرع وقانون جامعه الازهر وماجستير في القانون. تمام. حضرتك استاذ محمد بتشتغل في القضايا الشرعيه ومتخصص فيها، فعايزين نعرف يعني المصطلح القضايا الشرعيه، ايه هو القضايا الشرعيه؟ وهل هو القانون بينصف الرجل ولا الست؟ والله هو قانون مع الحق فقط لا غير، ما فيش انصاف. لكن القضايا الشرعيه هي اي مشاكل اسريه بتحصل ما بين الزوج او الزوجه. طبعا محكمه الاسره انشات لحق الزوجه، سواء اذا كانت تطلب الخلع او الطلاق او نفقه للصغار او تاخد مؤخر الصداق، اذا كانت حصل المشاكل ما بينهم وما بيحصلش اي انفصال ما بينهم عن طريق الود. فاذا كان الزوج او الزوجه حصل ما بينهم مشاكل فبيلجأوا للمحكمه للفصل ما بينهم في المنازعات يعني.
تمام استاذ محمد. لو السيده لجأت للمحكمه خلاص وهو ده الخيار ليها، فيا ريت تعرفنا بين الفرق ما بين الخلع والطلاق للضرر، وايه هي حقوق الزوجه؟ لان كل السيدات اللي بتسمعنا بتبقى عاوزه تعرف حقوقها ايه بالظبط بعد الانفصال. والله حضرتك الخلع والطلاق للضرر من الناحيه الاجرائيه او الشكليه، الخلع لا يجوز الاستئناف عليه، هو اول درجه هو واحده فقط لا غير. اما الطلاق يجوز الاستئناف عليه باستئناف الحكم الابتدائي يعني. حقوق الزوجه بعد الطلاق هي ليها مؤخر الصداع، ليها نفقه المدعه. ده في الطلاق للضرر ولا في الخلع؟ في الطلاق للضرر. في الطلاق للضرر. الخلع نفسه هي بتتنازل عن جميع حقوقها الزوجيه فقط لا غير. امر مختلف شويه. طبعا يعني تمام. الخلع هي بتتنازل عن مؤخر الصداع، نفقه العده، نفقه المتعه. تمام. اما الطلاق للضرر اذا كان الضرر وقع من الزوج فبتستحق المتعه ونفقه العده ومؤخر الصداع الخاص بالزوجه. اما الموضوع اللي هو في المحاكم والنفقات، طبعا هو في نفقه الصغار دي ملهاش دعوه بقى كان الزوجه اتطلقت او ما اتطلقتش. حقوق الصغار حاجه، حقوق الصغار محفوظه غير حقوق الزوجه، غير حقوق الزوجه بس كده فقط لا غير. تمام. في هل يجوز التنازل من الام، يعني هل يجوز التنازل عن نفقه الطفل؟ مش تنازل، مفيش، منفعش تنازل، اصل ده حق الصغير. طب قانون الطفل ملهاش دعوه بالتنازل عن ال، يعني مثلا لو في مشاكل مثلا معينه ولا حاجه، فهي حبت قالت لزوجها مثلا لا انا خلاص مش عايزه منك حاجه انا متنازله، عادي هي ممكن ما ترفعش عليه قضيه. ما ترفعش عليه قضيه بس، لكن لو اترفع القضيه هيتحكم لها بنفقه الصغير. تمام. بالنسبه بقى لحاجه مهمه جدا، بعتت لنا كتير قوي اسئله على الصفحه، هو سؤال قائمه المنقولات. هل بتفقد الزوجه قائمه المنقولات في حاله الطلاق او في حاله الخلع؟ لا طبعا، ولا بتفقد ولا في الخلع ولا في الطلاق، ده ممكن ترفع عليها قضيه تبديد منقولات وهي متجوزاه كمان. قائمه المنقولات حق الزوجه، يعني هو حقها سواء كان خلع او طلاق هو حق الزوجه قائمه المنقولات. طب في سؤال كده، هو في حاله اختفاء الاب والام والطفل بقى عايش مع الجد، ايه الاجراءات اللي بياخدها الجد عشان ان هو يعني يعرف يقدمه في مدارس، يعرف يعني يعيش معايا؟ هو بيقدم على اولاد تعليميه بس، يعني ايه حاجه يعني، او يعني الوالدين مثلا توفوا يعني وهو الجد اللي عايش، مثلا يكون في مشاكل معينه خلى الاب بقى في مسافر في مكان، ما ينفعش الحضانه الشرعيه للحضانه الشرعيه للزوجه اللي هي الام. تمام. اما الجد ده لو في حاله اختفاء الام زي ما انت قلت او هي ما بتربيش اولادها، فهو بيتقدم هو للمحكمه وبيطلب ولايه تعليميه واللي هو الحاضن للطفل وبيقدم له في المدارس والكلام ده كله. توكيل مثلا، مش توكيل، لا بيقدم ولايه تعليميه وبيقدم اللي هو الحاضن حاجه اسمها اثبات حضانه لعدم وجود الوالدين. طيب بالنسبه بقى للمسكن، بس هي الجده مش الجد، لان هي ليها تسلسل، الحضانه ليها تسلسل. بالترتيب التسلسل كتير، يعني هو الام وبعد كده أم الأم وبعد كده أم الأب وبعد كده بقى تسلسلات لحد الأب يعني. تمام تمام. احنا بنتكلم على مسكن كمان الحضانة. بيفضل مع الحاضنة لحد ما الصغير بيتم كام سنة؟ سن ال 15 سنة. لغاية 15 سنة. تمام. احنا بنعرف كده السادة المشاهدين لغاية 15 سنة. لحد 15 سنة. طب لو الزوج لم يدفع النفقة، تمام، ايه حكم القاضي وايه الحل؟ والله يا فندم، هو الأول الزوجة بتلجأ للمحكمة لتحديد النفقة الأول على حسب يسار أو إعصار الزوج. تمام. طيب اتحكم على الزوج بنفقة شهرية وما دفعش، اللي في خيارين، في خيار اللي هي ممكن ترفع قضية حبس متجمد نفقة، تمام، بالمتجمد من أول رفع القضية لحد ما يجي يدفع أو بترفع قضية دعوى الحبس، وفي خيار تاني اللي هي بتحجز على مثلا في بعض لو موظف حكومة أو موظف بتحجز على بعض مرتبه، أو تلجأ لبنك ناصر بتصرف مبلغ معين وبنك ناصر هو بيرجع للزوج في استرداد النفقه. تمام تمام يا استاذ محمد. طيب احنا كلنا عارفين ان القواضي بتاخد وقت طويل قوي في المحاكم. تمام. يا ريت تعرفنا ايه هي الاسباب اللي بتخلي ان القضيه بتاخد وقت طويل قوي في المحكمه معانا، لان ده بيرهق قوي الطرفين. لا، هي ما بتاخدش وقت طويل، يعني مثلا قضايا الخلع قضايا الخلع بتتراوح المده بتاعتها من 6 أشهر الى 9 أشهر، ومفروض زي ما احنا قلنا مفوش عليه استئناف. قضايا النفقه بتتراوح ما بين 4 أشهر ل6 أشهر، بس في مشاكل بتواجه المحامي وهو في القضيه، يعني مثلا ممكن الزوج ما يكونش مثلا ليه عمل محدد يبقى اعمال حره، فاحنا عاوزين نثبت اللي هو اعمال حره، طب بيخش بيدخله ازاي؟ فبنطلب من القاضي التحريات عن طريق الاسم اللي هو وقع في دايرته محل اقامه الزوج، عشان ده بالنسبه للنفقه. طبعا عشان يقدر يحددوا النفقه، يقدر يحددوا النفقه كام بالظبط. طبعا طبعا طبعا. وهل هو الزوج في حاله اعصار او يسار؟
هل هيقدر يدفع النفقه ولا لا؟ طب نفقته قد ايه؟ فالكلام ده كله بيواجه مشاكل للمحامي لحد ما يخلص القضيه. بس زي ما قلت لحضرتك هو طبعا القضاء المصري الحمد لله من زي ما بقول لك في قضايا النفقات هم حاسين بالزوجه اللي هي بتلجا للمحكمه تمام، لان الزوج ما بيصرفش عليها تمام، فبيحاولوا اللي هم القضيه يعني زي ما قلت لحضرتك من اول 14 لحد 16 بيوصل في القضيه. طب بيتم تحديد النفقه بناء على ايه؟ او خصوصا لما يكون الراجل ده او الزوج ده بيشتغل في الاعمال الحره بيتم تحديدها ازاي؟ بناء على تحريات المباحث وبتصرف ازاي؟ ما انا قلت لحضرتك ما هو تحريات المباحث بتقول هل الراجل ده يقدر على دفع النفقه قد كذا او لا، وبتبتدي ترجع لقاضي الموضوع لان هي سلطه تقديريه لقاضي الموضوع. تمام يدفعها ازاي بقى يا فندم؟ زي ما قلت لحضرتك ممكن الزوجه بتلجا بعد حصولها على حكم النفقه بترجع لقضيه حبس متجمد نفقه. بعد ما القضيه بتخلص بتلجا لحبس متجمد نفقه. والله الزوج امتنع عن اداء النفقه بيتم حبسه، بيصدر حكم بحبسه شهر شهر لحد ما للاداء للابراء، يعني هي لا يدفع النفقه لا الزوجه تبري من النفقه. اما الاعمال الحره زي ما قلت لحضرتك هو بيطلب تحريات والكلام ده كله، فالتحريات بتقول اللي هو يسار، فبيحدد بناء على سلطه تقديريه بتاعه القاضي الموضوع. طب تدينا كده نصيحه او تدي للساده المشاهدين نصيحه ازاي يختاروا المحامي المناسب؟ لا هو ما فيش حاجه اسمها ازاي يختاروا. بصي وحضرتك المحامي ما هو الا ضمير وشرف تمام، وما فيش رقيب عليه. طبعا اهم حاجه ما بين المحامي والموكل الثقه فقط، اذا فقدت الثقه يبقى بلاش منه خالص. تمام بس. طب ممكن كده تعرفنا بس ايه المشكلات اللي قابلتك في حياتك في مشوارك المهني، او الصعوبات اللي قابلتك في مشوارك المهني؟ والله هي المشاكل العمليه كتير طبعا بتقابلنا في المحاكم والكلام ده كله، بس يعني احنا بنتغلب عليها يعني كمحامي يعني حابين حاجه كده مثلا للساده المشاهدين وخصوصا للناس اللي هم لسه التخرج ان هم ايه يتعلموا من حضرتك في يعني ما تيأس ما تيأس. يعني انا بوجه رساله لحديث التخرج ما تيأس من اي قضيه، كل قضيه ولها حل، كل قضيه ولها الموضوع بتاعها ولها ظروفها ولها ملابساتها ولها حساسيات الخاص بالموضوع ايه الخاص بيها. قبل الهواء يا استاذ محمد كنا بندردش شويه وحضرتك بلغتني ان الاعتراف ليس سيد الادله، على الرغم ان معروف في القانون ان الاعتراف هو سيد الادله. فحضرتك كان عندك قضيه فيها للاسف احنا انتهينا من الفقره واحنا دلوقتي في اخر فقرتنا، وكنا نتمنى نقعد معاك اكتر من كده عشان نتعلم اكتر من كده، ولكن احنا في الاخر للاسف خلصت فقرتنا. احنا ما لحقناش نرد على كل الاسئله، ان شاء الله توعدنا فقره ثانيه علشان الساده المشاهدين يستفيدوا اكتر. نشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد محمد فراج المحامي الاستئناف العالي لمجلس الدوله. شكرا جزيلا، نشكركم لطيف المتابعه. لسه مكملين معاكم في برنامج ميديا زوم، يمكن الفقره الاخيره هنتكلم فيها عن اخر اخبار الرياضه، اخبار كتيره وكواليس كتيره جدا النهارده معانا. قبل بس ما نبدا الفقره احب ارحب بزملائي طبعا في الاستوديو الاعزاء يوسف وعلي. صباح الفل. صباح الفل عليك يا استاذ سيف، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. صباح الفل عليك يا سيف، وصباح الفل عليك يا علي، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. طيب يمكن النهارده عندنا فقره مهمه هنتكلم فيها عن اخر اخبار الرياضه، يمكن ما فيش حد بيتكلم اخر 48 ساعه الا عن مباراه اليد ما بين مصر والدنمارك. ماتش كان صعب جدا، ماتش كان فيه ابطال بجد حققوا مركز كبير ومهم لحقه ان احنا نوصل سابع او ثامن العالم. مش عايزين نزعل، مش عايزين نتضايق، الحمد لله ان احنا وصلنا للمركز ده. لعيبه كانت كبيره جدا، احمد الاحمر ويحيى الدرع ونجوم الرياضه المصريه، الحمد لله وصلنا لمرحله كبيره. عايزين نقف جنب رجالتنا وعايزين نقف جنب منتخبنا الوطني لكره اليد عشان الاولمبياد باذن الله. فتره كانت مهمه وكلهم كانوا عملوا اللي عليهم الحمد لله. عايز بس اخد راي كمان زمايلي في الاستوديو. يوسف رايك ايه في يعني منتخب اليد واللي قدمه في بطوله كاس العالم اللي مقيمه على ارض مصر؟ والله طبعا كلنا شفنا الماتش، كان المنتخب بامانه عامل ماتش حلو جدا ونال احترام العالم كله، لعب ماتش مهم جدا قدام الدنمارك. الدنمارك طبعا فرقه مش سهله، الدنمارك فرقه صعبه جدا، عمل ماتش روعه جدا يعني نال احترام العالم طبعًا. كله احنا طبعا كلنا كان الماتش كان بالنسبه لنا كان حلو جدا. علي ايه رايك في منتخب مصر لليد بعد الاداء المشرف ان احنا اشتغلنا فيه وقدم منتخب مصر ماتش مهم وبطوله صعبه وكانت كويسه ان احنا نحقق فيها مركز مهم على منتخبات العالم كلها؟ احنا هنشوف بس من خلال الاربع اشواط اللي احنا شفناهم
احنا شفنا منتخب مصر لما اول اربع دقايق قدر يحقق النتيجه 4-1 كان ادتنا امل ان احنا ممكن نفوز بالبطوله ونوصل كمان نص النهائي. وكمان لما احنا جينا نشوف الشوط الاضافي الثاني هتلاقي مصر كانت متاخره في النتيجه وكانت 35-34 وقدرنا نحقق التعادل وقدرنا نوصل لرميات جزائيه. ورميات الجزائيه دي هي رميات الحظ انت بس التوفيق ما كانش في صفنا، بس الحمد لله احنا لعبنا برجوله واحنا كنا ممكن نوصل عادي لان الماتش انتهى رميات جزائيه ودي 50-50 والتوفيق ما كانش في صفنا المره دي. طب يمكن يوسف يعني منتخبنا الوطني، انا عايز بس اقول لكل الساده المشاهدين ان كمان حتى منتخبنا الوطني لكره اليد بعد الاداء المشرف كل في الفندق وكل الناس في مصر كلها يمكن عايز كمان اقول ان فرنسا وبعض المنتخبات واسبانيا ومديرين المنتخبات الكبيره في العالم كله اشادوا بمنتخبنا الوطني واللي احنا عملناه مع منتخبنا الوطني. يعني عايز اقول للناس كلها لازم تتشرفوا بمنتخبكم، منتخب كره اليد اداء كان مشرف جدا، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نقف جنب المنتخب وزاره الشباب والرياضه وكمان احنا كجمهور وكاعلاميين باذن الله ان احنا نساند منتخبنا عشان داخلين كمان على اولمبياد في الصيف اللي جاي باذن الله، واتمنى ان المنتخب ده يكون اداء مشرف كمان زي ما عمل في كاس العالم. يوسف ايه اللي انت شايفه المرحله الجايه ممكن نعملها عشان نحافظ على منتخبنا الوطني لكره اليد؟ والله يا سيف هو كان عامل ماتش روعه اصلا، الماتش القديم هو اصلا لو فضل على نفس المستوى ده جدا هنعمل شغل حلو جدا طبعًا. لانه اصلا يعني كان بيلاعب فرقه قويه جدا يعني فرقه روعه عندهم حارس مرمى عالمي وعندهم مهاجم جامد جدا يعني، وبصراحه مستواهم كان في الماتش ما كانش وحش، كان عاملين يعتبر اخر ثانيه احنا اخر ثانيه يعني كنا هنكسب خلاص طبعا ضربات الترجيح بتبقى دايما نصيب خلاص، ورميات الجزاء نقول زي حظ. ما قلنا ان رميات حظ. لكن انا عايز بس اقول على حاجه، يمكن في ناس كانوا بيتكلموا على بعض الاخطاء اللي حصلت، انا عايز بس اقول للناس كلها ان منتخب الدنمارك هو بطل العالم، فان انت تلعب مباراه كبيره في كره اليد قدام منتخب مصنف عالميا رقم واحد، وان احنا بنشوف المنتخب ده مرشح الاول البطوله هو اسبانيا، فطبعا الاداء مشرف اداء كويس جدا، وان احنا عايزين نقف جنب منتخبنا، واعتقد ان هم عملوا عليهم بزياده كمان يعني. وكمان احنا عايزين لما نيجي نقف جنبهم لازم الدعم الاعلامي على طول طول الوقت، حتى لما نيجي نحقق البطوله السنه يعني المره الجايه لازم يعني يبتدي الدعم من دلوقتي، لازم نشوف ايه التجهيزات اللي احنا عايزين نعملها، ايه المعسكرات، ايه التدريبات، ايه المدربين اللي لازم الجهاز الفني ده كله لازم الاعلام يركز عليه، يعني الاعلام هو رقم واحد عشان المنتخب طبعا يكون متفوق، مش يعني مش وزاره الرياضه بس، لا وزاره الاعلام برضه بتدخل في الموضوع طبعا. طيب يوسف يعني كلام كتير وان شاء الله باذن الله زي ما سالتك السؤال ده، عايزين يعني خلاص ان احنا بنتكلم على كره اليد والاداء المشرف اللي احنا عملناه، عايزين بقى نطلع بقى طبعا اللعبه الشعبيه الاولى طبعا الكوره، وان احنا الاحداث اللي فيها طبعا الفتره اللي فاتت، لكن خلينا نطلع بره ماتش اليد ونتكلم شويه على الدوري الممتاز، وكان الدوري الممتاز لكره الكوره كره القدم، الزمالك بيقدم امبارح ماتش مهم جدا، الاهلي كمان عنده كاس العالم للانديه، عنده ماتشات صعبه جدا قدام الدحيل يوم 4 باذن الله، وكمان الزمالك امبارح بيتقدم وبيكون المركز الاول بعد مباراه صعبه جدا ومباراه كانت حماسيه كبيره، يمكن الزمالك لعب من طرف واحد وقدر ان هو يحقق فوز كبير جدا 4-1 على المقصه، عشان كده الاهلي المركز الثاني حاليا والزمالك المركز الاول، عايزين نتمنى كمان التوفيق للنادي الاهلي باذن الله في بطوله العالم ان شاء الله باذن الله للانديه يوم 4 قدام الدحيل. هنعمل لكم بعض الكواليس في الحلقات اللي جايه في الفقره الرياضيه نبدا فيها ان شاء الله باذن الله المره الجايه عن كواليس النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. بشكرك يا علي طبعا، بشكرك يا يوسف، وان شاء الله نعمل حلقات رياضيه وفقرات رياضيه احسن واكبر الفتره الجايه يعني، وان شاء الله نقدم حلقات اقوى من كده ان شاء الله. بشكرك يا يوسف، بشكرك يا سيف، بشكرك يا علي جدا، بشكرك استاذ المشاهدين، بشكرك استاذ سيف على الحلقه النهارده حبيبي. بشكركم مشاهدينا ببرنامج ميديا زوم، النهارده كانت فقرتنا الاولى اتكلمنا فيها على المطبخ والجمبري وكان فيها حاجات كتيره جدا مع الشيفه ماجده، والفقره الثانيه كان الاستاذ محمد فراج المحامي، واتكلمنا عن بعض الحاجات القانونيه، هيكون موجود معانا وهتكون طبعا الشيفه ماجده ان شاء الله موجوده معانا الفقرات الجايه، وطبعا الاستاذ محمد باذن الله. بشكركم مشاهدينا وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده من ميديا زوم، خليكم دايما معانا.